السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الطريق الى المجلس. محكمه الاستئناف اليوم يعني هي اوقفت قرار وزاره الداخليه بشطب بعض المرشحين واحالت الموضوع الى المحكمه الدستوريه لحين الفصل فيه، وبالتالي سيعادت بعض من تم شطبه في السابق. ايضا الجزئيه الايجابيه هي يمكن حسم جدليه قانون المسيء وعدم يعني وجود رد اعتبار، وهذا ما كانت جزئية خلاف ما بين القانونيين بأن يكون هناك هذا الحرمان حرمان أبدي أم يسري عليه كباقي القوانين أن يتم رد الاعتباره. وبالتالي احنا أمام يعني بانتظار الحكم، هل سوف يصدر ما قبل الانتخابات وبالتالي قد يأثر على مراكز كثير من المرشحين يعانون من هذا الأمر، أم سيصدر ما بعد الانتخابات. ضيفنا اليوم كان هو أحد اللي تعرضوا إلى عملية الشطب، لكن حكم الاستئناف أيضا أيد قرار أول درجة، وبالتالي تم إيقافه عن خوض السباق الانتخابي إلى الآن. مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة محمد، حياك الله. الله يحييك. هلا أبو حسين، خطاك اللاش. زين، يعني الآن مؤقتا أنت واقف على السباق الانتخابي إلى الذهاب إلى محكمة التمييز، ونشوف الإجراءات اللي ممكن تتخذها وراح نناقشك فيها، لكن شنو السند الحكم عليه اليوم؟ أعاد بعض زملائك، ولكن أعتقد هي قضية مختلفين كانوا. شو اللي صار اليوم؟ أنا قبل لا بتناول الحكم حسين، بس قبل لا أروح للحكم بذكر تسلسل الأحداث من بداية ترشحي، من بداية تسجيلي للانتخابات. أنا سجلت بأول يوم للانتخابات، تم في فتح باب التسجيل، وانتظرت قرار وزارة الداخلية إلى أن انتهت مدة التسجيل وهي 10 أيام، وبعد 10 أيام انتظرنا 6 أيام، ف16 يوم وزارة الداخلية. 13/9 صدر القرار الشطب. 16 يوم وزارة الداخلية معطلتنا على القرار هذا، وهذا السؤال اللي يطرح نفسه، شنو السبب؟ إذا كان في أحكام تمييز سابقة صادرة، 4 أحكام تمييز سابقة صادرت في انتخابات 2020 لنفس المرشحين في نفس القضية في نفس الأحداث في نفس الوضع القانوني، وصدرت لهم أحكام واضحة تقول بمجرد انقضاء مدة 3 سنوات اللي هي مدة وقف النفاذ تعتبر قضية كأن لم تكن حسب مادة 82 من قانون الجزاء، وبالتالي حد سمحت الدكتور بدر الداهوم وسمحت وحددت للباقي الأخوة عودتهم للانتخابات بعد انقضاء المدة. هذا 2020. 2020. نعم. فبالتالي كنا نقول احنا للوزارة الداخلية أن يفترض كوزارة الداخلية أنها تستند على هذه الأحكام، ولا تروح تدخل وتشطب، أو على الأقل يعني احنا تباشرنا خير في الخطاب الأميري والمضامين المهمة، وتحديدا عدم التدخل في الانتخابات. أما لجنة يشكلها وزير الداخلية تتكون من 6 ضباط رئاسة قاضي و2 مستشارين هم اللي يقررون يشطبون المرشحين من عدمه، هذا ما يتلائم مع الوضع الديمقراطي، ولا يتلائم مع دولة ديمقراطية، ولا يتلائم مع الوضع السليم. اليوم هذه اللجنة أصبحت مثل مجلس مصلحة تشخيص النظام في الدول القمعية والديكتاتورية، لجنة تقرر من تسمح للترشح ومن ما تسمح للترشح، وبالوقت اللي هي تحدده والزمان اللي تحدده، وبدون ما تسبب، حتى احنا ما اخذنا منهم المذكره والاسباب، فقط سلمونا القرار. ما قالوا لكم شنو سبب؟ ما قالوا لنا مذكره، فقط ورقه واحده، قرار موقع من وزير الداخليه بشطبك من الانتخابات والجا للقضاء. قعدني 16 يوم تبيني اروح احسم امري في القضاء خلال 10 ايام؟ هذا تدخل في الانتخابات وتعطيل وتأثير على الحملة الانتخابية للمرشح. فبالتالي السؤال اللي يطرح نفسه، وزير الداخلية ليش تأخر كل هذا المدة؟ يمكن للأمر القانوني ودراسة المراكز ما يحتاج القانونية. الوضع واضح بالنسبة لنا، وهم نفسهم اللجنة في الانتخابات اللي فاتت، ونفس القضية، والقضية واضحة ومعروفة عند الرأي العام وعند الحكومة وعند الكل. فبالتالي التأخر في القرار لمصلحة منه، وست أيام والتردد، وقالها يعني انا بعد قرار الشط نظمنا احنا عندنا مؤتمر صحفي في مقري. نعم. وقالها الاخ انور فكر، قال وزير الداخليه بلغني 2 مرات باتصال هاتفي مباشر انه ما في شط، وبعدها تفاجأ يطلع قرار الشط. معناته واضح المساله فيها علامه استفهام بالنسبه لي، ولا نفى وزير الداخليه ولا وزاره الداخليه نفت هذا تصريح انور الفكر،
وبالتالي المسألة بالنسبة لي قامضة، وهذا أعتبره أنا شخصيا أعتبره تدخل في الانتخابات. قعدت 10 أيام، كان بإمكانك تطلع قرار ثاني يوم، كان بإمكانك تطلع قرار باليوم العاشر، بس قعدت 6 أيام تراجع هذا القرار وتعطلني، وبعدين تقول لي والله هذا مو تدخل في الانتخابات. أما في موضوع يعني نفس الآن اليوم الحكم اليوم اللي صدر، أعاد البعض في حكم وفي حكم لا، استثناك أنت وأيد قرار الشرط، ليش؟ شو هل مراكزكم القانونية تختلف؟ لا لا، إحنا نفس الحالة تماما، كلكم نفس الحالة، كلنا نفس الحالة مطابقة تماما. خالد شخير، أنوار الفكر، الباجي، كلكم نفس الحالة، كلنا اليوم كلنا نفس الحالة بالضبط. مزيد. قضية إعادة الخطاب وتم حرماننا بناء على القانون اللي أصدره مجلس 2016، وهذا القانون السيء، قانون انتقامي، وصدر في حقبة سيئة للأسف، واليوم حنا ندفع ثمنه، حنا تباشرنا خير. نعم. قلنا والله هذا عهد جديد، واليوم نطوي صفحة الماضي، ولكن للأسف لا زالت آثار تلك الحقبة مستمرة ويانا إلى اليوم. فبالتالي هذا القانون اللي صدر في مجلس 2016، رغم أن طلع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في قناة في لقاء تلفزيوني وقال هذا ما يطبق بأثر رجعي وهذا يطبق على الحالات الجديدة، ورغم أن الفتوى والتشريع في مذكرتها في 14/7/2016 ردت على وزارة الداخلية رد واضح وقالت ما يطبق بأثر رجعي ويسترد المحكوم ضدهم حقوقهم السياسية متى ما رد إليهم اعتبارهم. أنت عندك رد اعتبار؟ طبعا عندي رد اعتبار وفق المادة 82 من قانون الجزاء. المادة 82 من قانون الجزاء واضحة وتقول كل من أنهى مدة وقف النفاذ دون أن يصدر عليه حكم خلال تلك المدة يلقي هذا الوقف، تعتبر القضية كأن لم تكن، وبالتالي تمحي آثارها بالكامل ويعتبر رد إليه اعتباره قانونيا. فبالتالي مذكرة التشريع واضحة، هذا اللي نقول حنا المفروض اللجنة واللي فيها مستشارين من الفتوى والتشريع المفروض يستندون على تقرير اللجنة والتشريع، ما يصير اللجنة تناقض. أوكي أبو محمد، قبل أي على الإجراءات واللي صار تحديدا وبصراحة اليوم تلوم النواب السابقين أنهم ما تحركوا لتعديل هذا القانون؟ أي يتحملون مسؤولية. نعم. أنا قلتها حتى في الندوة عندي في المقر في المؤتمر الصحفي. أنا بالنهاية هذه الفترة هي فترة حقبة كانت للأسف كانت حقبة انتقام سياسي، وصدر هذا القانون في مجلس 2016، أنا أسميه مجلس سيء الذكر، مجلس 2016 اللي صدر هذا القانون، وكان في مسؤولية كبيرة على المجالس المتعاقبة أنهم تصدون لهذا القانون، وخصوصا أن كنا عارفين حنا شلون كانت التعامل. تاريخ صدرت سنة 2016 لكن مجلس 2013، مجلس 2013 في أواخر 2016 صدر، ولكن هو مجلس 2013، فالمسؤولية كانت تقع بعد على المجالس المتعاقبة، كان افترض منهم أن يعدلون القانون تبنونه كأولوية، ولكن للأسف هذا الشيء ما تم. يعني هذا قال أعتقد نائب سامي البراك أنه ليش النواب ما عدلوا القانون؟ إيه وأنا قلتها، كان يفترض. يعني أنا يمكن مجلس 2020 ما انعقدت جلسات والصراع السياسي والأزمة اللي كانت بسبب تأجيل استجوابات المزمع تقديمها والتجاوز في هذا الطلب الواضح على اللائحة وعلى الدستور، فيمكن هذا قد يكون سبب في مجلس 2020 وما مداهم. ولكن أنا قلت بعد، أنا بعد الخطاب الأميري السامي في 22/6/2022 نظمت ندوة في تاريخ 5/7/2022 مع أخوي النائب السابق مهلا المضاف. نعم. ندوة كان عنوانها الخطاب الأميري الفرص والتحديات، وأعتقد أن الخطاب الأميري قدم فرصة ووضع أمامنا تحديات. نعم. وقلت هي فرصة الاختيار من المواطن. بالضبط. يعني. وقلت هي فرصة، لما الخطاب الأميري أكد على مضامين مهمة، عدم التدخل في الانتخابات وانتخابات الرئاسة واللجان وما سبقها من تأكيدات على عدم تعديل الدستور أو تنقيحه أو تعطيله أو تعليقه، وهو شرعية الحكم وضمان بقاء، هذه المضامين كلها المهمة، ويهمني في هذا الموضوع كان الانتخابات، عدم التدخل في الانتخابات. وقلت عشان فعلا تحول هذا الخطاب يجب إلى واقع، يجب تفعيل مضامين هذا الخطاب، وتفعيله يتم من خلال إصدار تشريعات تساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات. نعم. وتهيئ الأجواء المناسبة والبيئة اللي تساعد الناس
على حسن الاختيار لتصحيح المسار المشهد السياسي اللي دعا له صاحب السمو. صدر البطاقة المدنية وقتها. أنا طالبت في عقد جلسة. طالبت عقد جلسة. عقد جلسة خاصة. نعم. إن يكون هناك جلسة خاصة ويتم تعديل هذه القوانين حتى نتحاشى صدور مرسوم البطاقة المدنية مرسوم ضرورة. ولو كان هناك عقدت هذه الجلسة كان اليوم حنا مو في هذا الموقف، لأن كان مطلوب إن يقرون قانون فوضية العليا للانتخابات، وقانون فوضية العليا للانتخابات يشمل مرسوم البطاقة المدنية أو تعديل تصويت وفق عناوين الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تعديل قانون المسيء بإضافة فقرة ما لم يرده اعتباره عشان نطلع من هالجدل هذا والتناقض اللي حاصل، وإنشاء هيئة عليا للانتخابات معنية بإدارة شؤون الانتخابات باعتبارها جهة محايدة مستقلة، ونطلع من إدارة وزارة الداخلية لشؤون الانتخابات. نعم. وقرار اللجنة هذا اللي بالنسبة لي حتى اللجنة هذه. نعم. حتى اللجنة أنا بالنسبة لي احنا اليوم أحد دفوعنا كان في المحكمة أن اللجنة هذه وزير الداخلية استند على شنو في تشكيلها، وشلون يصدر وزير الداخلية لجنة بعد مرسوم الدعوة هي اللي تقرر منو يسمح منو يترشح منو ما يترشح، وخصوصا ان شروط الناخب هي نفسها شروط المرشح اللي مكون منازل يكون مدرج في الكشوفات. بالضبط. يعني انت اسمك مدرج في الكشوفات. بالضبط. على اساسها راح تقدم. بالضبط. قانون الانتخاب واضح حدد مدة زمنية للقيد الانتخابي ولوزارة الداخلية مراجعة هذه الجداول الانتخابية، وبالتالي الكشوف حصنت يفترض. بالضبط. فبالتالي انت معترض على ان شلون يتم شطبك والكشوف محصنة. الكشوف تحصنت وفي مدة زمنية، اما اللجنة هذه لجنة وزير الداخلية ما لها مدة زمنية. على كيفهم صدرون القرار أول يوم، صدرون القرار 10 يوم، صدرون القرار اليوم 16، صدرون القرار اليوم 20، مو محكومة في مدة زمنية ولا هي محدد لها واضحة معاييرها أساسا. فهذا كان أحد أسباب اعتراضنا، ولذلك كان قانون فوضية العليا اللي طالبنا المجلس أن ينعقد في جلسة واحدة ويقره يطلعنا من هذا من هذا من هذه الحالة المتكررة في كل انتخابات. ما كان في توجه نيابي من النواب أن يروحون على جلسة خاصة يعني. ولا الحكومة ولا رئيس الحكومة أصلا كان عنده استعداد وعليه مسؤولية أكبر منه. إذا هو فعلا كان جاد وجاي بيبدأ صفحة جديدة كان المفروض دش المجلس جلسة واحدة، واللي كان يقول والله حنا ما نبي نمد في عمر المجلس هو يوم واحد، كان يوم واحد جلسة واحدة يوم واحد كان طلعنا من الحالة اللي حنا فيها. تعتقد لو عقدت هذه الجلسة خرجنا من هذه الإشكالية؟ نعم، وهذه كانت المطروحة، وقدم فيها طلب من مجموعة من النواب لعقد جلسة خاصة مدرج عليها هذه القوانين فقط. زين، الحين احنا امام المحكمه الاستئناف، اول حكم ايد الشطب، ثاني حكم اللي صار فيه يعني خلينا نقول توجهين مختلفين، البعض تم ايقاف الشطب الى حين الفصل في في في, في المحكمه الدستوريه، وانت لا تم تأييد الشطب. شنو استند عليه الحكم؟ الحكم أنا أشوف بالنسبة لي الحكم مستند على أكثر من نقطة، الحكم الدرجة الأولى طبعاً. لا بدأ بالاستئناف. تبي الاستئناف اليوم. نعم. الاستئناف 3 دوائر. كل دائرة صدرت حكم مختلف. في نفس القضية في نفس الأحداث في نفس على نفس القانون. لكلكم مراكزكم القانونية تشوفها واحدة يعني. واحدة متطابقة تماماً. نعم، بس هو لا سلطان على القاضي في طبعاً. بالتالي مو ملزم في حكم قاضي آخر يعني. بالضبط. بس أنا المفارقة العجيبة بالنسبة لي والغريبة والغير منطقية أن الحكم اللي صدر علي من نفس القاضي عنده كان حكم سابق في 2020 يناقض تماما حكم اللي صدر علي اليوم. بمعنى في 2020 أصدر نفس الدائرة أصدرت حكم الدكتور بدر الداهوم بعودته للانتخابات كمرشح، وقالت في حكمه بقرأ لك النصين اللي المفارقة فيها صراحة بالنسبة لي. في منطوق حكم الأخ دكتور بدر الداهوم ايش قال؟ نفس القاضي قال أن المشرع اتجه في إزالة الحكم الصادر بالعقاب برمته واعتباره كأن لم يكن وكأنما لم يصدر بعد انقضاء مدة الوقف من دون صدور حكم خلالها بإلقاء ذلك الوقف حسب المادة 82 من قانون الجزاء، والتالي لم يعد هناك حكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية. لأنه يرد لاعتباره. هو اعتبر أن ما في جريمة خلاص باعتبار استنادا على المادة 82 من قانون الجزاء. نعم. اعتبار الحكم كأن لم يكن، فهو يقول
والتالي لم يعد هناك حكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية ضد المستأنف لاعتباره كأن لم يكن وفقا لما تقدم بما لا يصح معه بعد ذلك الارتكان لذلك الحكم اللي هو حكم المساس بالذات الأميرية. نعم. بعد زواله كسبب لحرمان المستأنف من ترشح الانتخابات في حكم اليوم هو هني شنو واضح من الفقرة أن حسب المادة 82 يعتبر القضية كأن لم تكن وبالتالي كأن ما في حكم هذا في حكم الداهم 2020 نعم نفس الدائرة نفس القاضي اليوم لا والله حكم اليوم في هذه في نفس القضية يقول إنما شيد على أساس من عدم توفر شرط من شروط الشروط اللازمة للترشح لعضوية هذا المجلس وهو المساس بالمعتقدات والثوابت والقموص بما يكون معه صدور حكم ضده لارتكاب الجريمة المشار إليها مثبتا ارتكاب تلك الأفعال ومن ثم عدم توفر ذلك الشرط في حقه وبما يستوي وقتئذ ما إذا كان قد رد إليه اعتباره من عدمه بمعنى في 2020 نفس الدائرة عندها حكم تقول قضية كأن لم تكن وبالتالي غير موجودة نهائيا اليوم يقول لا لأن أدين في حكم المساس بالذات الأميرية فهو بالتالي فقد شرط من شروط الترشيح لأن حكم الداهوم كان ما قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فبالتالي هني القاضي كأنه قاعد يرجع إلى حكم المحكمة الدستورية اللي في المادة الأولى تقول هي ملزمة للكافة نفس ما صار اليوم مع الداهوم في التمييز لما المستشار رفض النظر إليه استنادا إلى الحكم الآن القاضي الآخر لما حال إلى المحكمة الدستورية أنت الآن وإجراءك القانوني إيش راح تسوي؟ لا أبو حسين أوضح لك النقطة هذه القاضي اليوم ما استند على حكم المحكمة الدستورية القاضي اللي حكم عليه اليوم دائرة ما استند على حكم المحكمة استندت هني نصها واضح هي استندت أن أنا تم إدانتي في حكم المساس بالذات الأميرية وبالتالي فقد شرط من شروط الترشح حسب قانون المسيء قانون المسيء ايش يقول كل من أدينا نعم. بمساس بالذات الإلهية والرسل والأنبياء أو الذات الأميرية هو اعتبر أن عندي إدانة في الذات الأميرية مساس في الذات الأميرية في حكم اليوم وبالتالي فقد شرط من شروط الترشح في حكم 2020 يقول لا حسب المادة 82 القضية كأن لم تكن وبالتالي ما تستند عليها الشط ما أصل الحكم الدستورية في هذا الحكم لا هذه الفقرة واضحة تكلم على أن شرط من شروط الترشح ولا راح للحكم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية أمس حكم الدكتور خالد شخير كان واضح فيها وقال لي كل محكمة اختصاصها المحكمة الدستورية انضرت في موضوع الدكتور بدر الداهوم بصفتها محكمة موضوع محكمة طعون انتخابية مو صفتها محكمة دستورية وقاضي اللي أمس حكم حق الدكتور خالد شخير كان واضح قال لي كل محكمة اختصاصها وقرارات الشط والترشح هي قرارات إدارية وهذا حق أصيل تختص فيه المحكمة الإدارية وبالتالي حكم الدكتور بدر الداهوم هو حكم محكمة الطعون الانتخابية ويقتصر هذا الحكم على الدكتور على الطاعن نفسه والمطعون ما يعمم وهذا اللي كنا نطالب فيه وهذا اللي أكده حكم الدكتور خالد شخير أمس الآن أركر الله سلطان ولكن أنا بالنهاية يعني اليوم لما شنو وضعي لما أشوف حكمين من نفس الدائرة من نفس المستشار ومتناقضين تماما وين أتفائل في هذه المرحلة وشلون نتعامل مع هذه المرحلة وهني المسؤولية تقع على المستشارين القضاة في محكمة التمييز أنهم يعدلون هذا الوضع خصوصا عندنا اليوم حتى الحكم هذا ناقض حكم التمييز أحكام التمييز في 2020 أحكام التمييز في 2020 أكدت أن حسب المادة 82 تعتبر قضية كأن لم تكن نفس حكم السابق في 2020 لذلك حنا عندنا اليوم في أيضا حكم تمييز آخر يعني غرفة المشورة ما اطلعت عليه استندت إلى ما اطلعت عليه ما أدري شنو هذا صدر بعد ما طلعنا لكن الآن شنو خياراتك الآن خياراتنا راح نلجأ لمحكمة التمييز وراح نطعن وراح نستخدم كل خياراتنا لأن مو من المنطقي ولا من المقبول ولا من العقل ولا من المنطق ولا من القانون أنك أنت اليوم خمس حالات أو ست حالات تحكم عليهم بالعودة للانتخابات ونفس حالتي بالضبط ومطابقة وتشطبني أنا من الانتخابات
انزين الان اذا تروح تمييز، انا لان يفترض ان الفريق القانوني طالب، ممكن الطالب انت اذا ان نفس ما حصل معهم احالتها الى المحكمه الدستوريه. اي راح نقدم عاد هذا الفريق القانوني قاعد يدرس الحكم اليوم، احنا استلمنا الحكم اليوم الساعه 2 قاعد يدرسونه ويراجعونه ويعدون مذكرتهم، ممكن تروح الى المحكمه الدستوريه مذكرتهم، وباكر باذن الله ان شاء الله راح نتقدم في الطعن امام محكمه التمييز، وكلنا رجاء باذن الله، كلنا امل باذن متفائل. الله ان باذن الله السبب احنا تفاعلنا في المرحله كلها، والشعب الكويتي كله تفاعل في المرحله بعد الخطاب الاميري، فلا يمكن ان نتفائل وان نبي نقدم على مرحله جديده واحنا لازلنا في اثار المرحله السابقه، واليوم ندفع اثمان هذه المرحله. احنا نقول اذا فعلا احنا مقبلين على مرحله جديده وعهد جديد وحكومه جديده بنهج جديد، نعم ها يجب انها تطوي صفحه الماضي. كان في تصريح اليوم للنائب السابق مهلا المضف يقول استمرار الشطب الاخ مسعد القريفه رغم وجود احكام نهائيه تؤكد صحه ترشحه وصدور احكام للاخوه المرشحين بنفس القضيه سمحت لهم بالترشح يجعلنا امام مطالبه مستحقه بالغاء قرار شطبه ليمارس حقها الدستوري في الترشح. شو تقول حق مهلا؟ ابو مضف له مواقف طيبه ومواقف وطنيه من قبل دخول المجلس، وهو رجل صادق وواضح ورجل منسجم مع نفسه مع مبادئه مع قناعاته، وهذا الموقف مو قريب عليه. ومهل هالمضف كان دائما موجود في المقدمه في اي موقف وطني واي استحقاق شعبي، فما هي قريبه عليه، واشكر ابو مضف على هذا. وانت يعني في سير العمليه الانتخابيه يعني كان هناك في يعني الى ما قبل الشطب يعني كان هناك مثلا في تلك تعيد يعني مثل لما يدخلنا سابق سلم البراك وحط شعار مساعد القريفه، شو يمثل لك؟ ما في شك مسلم البراك قامة وطنية وقدم الكثير للوطن، دفع أثمان باهظة وتضحيات كبيرة، فجي تليل المقر وتعليق للباجة شيء يدعو للفخر صراحة، أن نفس الأخ مسلم البراك يتفاعل معي بهذا الحجم، ولا هي غريبة عليه. وحمود نفس كان دائما موجود ودفع أثمان باهظة ومواقف الوطنية واضحة، ونتمنى بإذن الله. وهذا القانون أساسا صدر ضد مسلم البراك باعتراف النواب اللي كانوا مشاركين في مجلس 2013، قضيبي خليل أبو اللي أعتقد كان عنده، بس خليل أبو سوى ضد القانون ما صوت معه. أي أنا أتكلم منهم اللي عاصروا في ذاك الوقت، هم حتى القضيبي سوى ضد القانون، أنه فعلا كان من يقول من همس بإذني أن هذا القانون اللي مسلم البراك يقول لك، كلنا نعرف أنه كان المعني فيه مسلم البراك، وهو قد يكون المعني فيه مسلم البراك، ولكن كان مسلم البراك يمثل حالة سياسية كاملة. هذا القانون كان جاء للانتقام من هذه الطبقة السياسية بالكامل، وهذه الحالة السياسية اللي كان يمثلها مسلم البراك وزملائه في تلك الفترة. فالقانون قانون انتقامي، والقانون ترى اليوم مو ضد، هو متعدي اليوم، شطبي من الانتخابات هو متعدي على حقي أنا فقط، هو تعدي قبل لا يكون على حقي، كان على حق الناخبين وحرمانهم من, من, من الاختيار بكل حرية، وهذا تدخل في الانتخابات. وهذا القانون وحسين ترى أباد طبقة سياسية كاملة. هذا القانون للمتضررين منه، مسلم الفراك، فيصل مسلم، جمال حربش، مبارك الوعلان، سالم النملان، خالد الطاحوس، محمد العريمان، ناصر الوعلان، عبد الله السعدون، وأسماء فواز البحار، أسماء واجد، يوسف الشطي، عبد الوهاب الرسام، وغيره وغيره وغيره، يعني طبقة سياسية كاملة شاركت في ذيك الفترة، وكل هدفها شنو؟ وليش انتقموا منها؟ شنو مصلحتها كانت؟ مصلحتها الوطن، وليش طلعت ذيك الطبقة السياسية وطالبت في الإصلاح ونزلت للساحات؟ كان ضد قضايا فساد واضحة في تلك الحقبة، والكل يقر فيها، والقضاء أدان بعضها. فالخروج في تلك الفترة كان خروج ضد فساد وضد حقبة دفعنا ثمن باهظ. البلد مو بس حنا، والضرر ما كان علينا حنا نعم تضررنا اليوم، نعم. بس الحقبه هذيك كانت واضحه، الكل تضرر منها والبلد تضرر منها، والدليل نعم. التراجع اللي حاصل في كل المستويات على كل الاصعده. انا كان ودي اتكلم وياك، انا كان المفروض الحلقه نتكلم فيها تفاصيل الترشح، كنا متوقعين اليوم ترجع الى السباق الانتخابي، لكن قدر الله ما شاء فعل، وبالتالي هذا احكام قضائيه هي ملزمه، لكن هناك درجات تقاضي. متفائل؟ كنت متفائل بحذر، بس عقب احكام اليوم للأسف لا. وين الحكم؟ وين المرحلة الجديدة؟ وين العهد الجديد؟ وين النهج الجديد؟ إذا وزير الداخلية يشطب بدون بهالتأخير هذا اللي صار 6 أيام،
وانا يعني بعيدا عن الوضع القانوني، اليوم بعيدا عن الوضع، انا عندي نقطتين. ابي وزير الداخليه جاوبني، ليش تاخرت 6 ايام؟ ليش تاخرت 16 يوم من اول يوم ترشح الى اليوم الى تاريخ 13؟ وضح لنا ليش تاخرت في القرار. يطلع المتحدث الناطق او الناطق الرسمي في وزاره الداخليه يوضح شنو السبب. اليوم احنا نتكلم في دوله ديمقراطيه، وين الشفافيه في الموضوع؟ الشيء الثاني، انا بعيدا عن القانون، انا شلون عندي حكمين متناقضين من نفس الدائره من نفس القاضي؟ نطعن امام التمييز وندعو الله ان شاء الله انه ينصفنا قضاء التمييز، وكلنا امل انه ينصفنا باذن الله. لذلك التفاؤل هو مرتبط في 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 افعال وفي وقائع، مو فقط كلام. كلنا تفاءلنا بالشيخ احمد النواف، والشعب الكويتي كله تفاءل بالشيخ احمد النواف، وتفاعل معاه قبل لا يشوف اي نتائج على ارض الواقع. ليش؟ لاننا متعطشين للتنميه وللعمل الجاد، ونبي نطلع من حاله عدم الاستغراب. فاليوم في ظل هذه المعطيات اللي استجدت اليومين طافت، لا والله ما للآن في خوف صراحة، في خوف أن نستمر في نفس الحالة، في نفس حالة الصراع هذا. يعني أنا سياسيا أنا قلت قانون مسيء في شقين، شق قانوني شق سياسي. الشق القانوني أنه طبق بأثر رجعي وما أخذ بالاعتبار مسائل رد الاعتبار، ها؟ والشق السياسي هو أباد طبقة سياسية كاملة وحرم شريحة كاملة من الترشح، وبالتالي أنت مطلوب أنك تطوي هذه الصفحة. طي هذه الصفحة يتطلب غير تعديل هذا القانون، وافترض أصلاً ليش كلنا نطلب من المجلس؟ يا أخي كان بإمكان الحكومة هذه تعدل القانون، ليش ما عدلت القانون؟ إذا فعلاً جايين لعهد جديد ونهج جديد ومرحلة جديدة كان يمكن يعدلون القانون. وغير ذلك من أحد الأسباب اللي ما يدعون التفاؤل اليوم، لا زالت قضية الأخوة المهجرين معلقة. المفروض أنك اليوم إذا بصفحة جديدة وعهد جديد ونهج جديد تستكمل العفو قبل الانتخابات، لا تنطر الانتخابات ولا تتركها ورقة مساومة للمجلس القادم عشان والله تصدر العفو عن باقي الأخوة المهجرين تساوم فيها مجلس الأمة. وحتى هذا القانون قانون المسيء، أنا أفهم سياسيا، أفهم أن الحكومة، ليش أقول لك أنا ما متفائل فيها اليوم، أفهم أن هذه الحكومة وإجراءاتها اللي اتخذتها ضدنا تبي تمسك هذه الورقة للمساومة وللمغايضة السياسية مع المجلس القادم. هذا معناته احنا لا طبنا ولا غدا الشر، وردينا لنفس الحاله السياسيه. نعم. وردينا في نفس حاله عدم الاستغراب. ان شاء الله قادم الايام يمكن ترجع الانتخابات نستضيفك هنا مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. انا هو شوف يعني بعيدا عن حالتنا اليوم في الشط ابو حسين، اليوم البلد لا يمكنك تحقق تنميه في ظل عدم استقرار سياسي. صحيح. فاستمرار هذه الحاله من الصراع السياسي، حالة الدوران هذه في نفس المكان في نفس الحلقة، ما راح ينقلنا لأي مرحلة للأمام. فمطلوب استقرار سياسي، عشان تحقق الاستقرار السياسي مطلوب تشريعات وأصلاحات سياسية وبيئة سياسية مناسبة. وكان أحد مثل ما قلت كنت طالبت المجلس السابق فوضية العليا تعديل النظام الانتخابي، النظام الفردي قانون الصوت الواحد اللي جاب إرادة فردية بعيدا عن الإرادة الشعبية ما راح يحقق لنا استقرار سياسي ولا راح يحقق لنا عمل جماعي. وعشان نحقق استقرار سياسي وتنمية حقيقية لازم يكون هناك قانون ضمن القوائم النسبية، هو القانون اللي ينقلنا من حالة العمل الفردي لحالة العمل الجماعي. ولا يمكن أن تبني دولة في ظل العمل الفردي، العمل الفردي قد يحقق لك نجومية فردية ولكن ما يبني دولة. فمثل ما هو مطلوب اليوم من الحكومة القادمة أن تقدم برنامج عمل واضح الأهداف محدد في جدول زمني واضح، كذلك مطلوب تعديل النظام الانتخابي كمدخل للإصلاح السياسي، ومن ثم تعديل تشريعات إصلاحية سياسية تحقق الاستقرار السياسي بإذن الله. إن شاء الله تتعدل الأمور، إن شاء الله يكون للقاء إن شاء الله بإذن الله. إحنا كان ودنا نتكلم في مواضيع ثانية، نعم، لكن الوضع ولكن استجد اليوم عندنا وضع قانوني وقرار الشط الجائر أعتبره بالنسبة لي من قبل وزير الداخلية. وبإذن الله لحد الآن ما استنفذنا درجات تغاضي، عندنا درجة الأخيرة التمييز، وبإذن الله إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. مساعد القريفة إن شاء الله أتمنى لك توفيق إن شاء الله، وتنصف إذا كان تعتقد إذا كان الحكم تشوفه بالنسبة لك غير منصف إن شاء الله تنصف في درجات تغاضي الأخرى. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء. شكرا.